نحن ندين هذه العملية ونحن ندين كل العمليات الإرهابية. الأمر لا يعالج بالاغتيال وبالإرهاب وبالتهديد، إن موضوع الدستور هو موضوع طوعي ويجب أن تشارك فيه جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، والدستور العراقي لن يسن عن طريق الأكثرية الطائفية أو الأكثرية القومية العنصرية. الأمر سيتم إذا كان سيتم بنجاح، فيجب أن يتم بمساهمة جميع مكونات الشعب العراقي. Thank you.